السلام عليكم، حياكم الله في مسارنا. قطاع الصناعة من القطاعات الحيوية اللي تعتمد عليه كثير من الحكومات واتجهت له في السنوات العشر الأخيرة، وقللت اعتمادها من قطاع النفط، وكثير من الشباب اتجهوا في الصناعات التحويلية. لكن سؤالنا، تعرفوا كم مساهمة القطاع الصناعي في الناتج المحلي الإجمالي للدولة؟ وفي المستقبل إيش هو مستقبل الصناعات التحويلية؟ كثير من الأسئلة تدور حول العمل الريادي في الصناعة والعمل الحر وحتى الابتكار الصناعي. أجوبة هذه الأسئلة إن شاء الله راح تحصلوها في حلقتنا لهذا اليوم من مسار، خلوكم معنا. احنا في مسارنا الصناعي لهذا اليوم في محطتنا الاولى ريادة الاعمال، راح ناخذ تجربة في مجمع مسقط للابتكار من جامعة السلطان قابوس. وصلنا مركز صناع عمان، واليوم راح نتعرف على الطباعة ثلاثية الابعاد اللي صارت صناعة مهمة تعتمد عليها كثير من اقتصادات الدول. سلطنة عمان لها تجربة أيضاً من خلال شركة 3D Factory ومؤسسها موسى العامري اللي راح يخبرنا عن قصتهم مع الطباعة ثلاثية الأبعاد. موسى العامري الرئيس التنفيذي لشركة 3D Factory، رحب فيك وتخبرنا عن قصة البداية في مؤسستكم وأيضاً الخدمات والمنتجات اللي تقدموها في الشركة. حياك الله وسهلا خالد. هو 3D Factory تأسست في 2017، وطبعاً كانت عبارة عن هواية ومعرفة بالطباعة ثلاثية الأبعاد، يعني بدأ الموضوع من هنا. وأيضاً لاحظنا أن في السوق ما في شركات يعني كثير مختصة بهذا الموضوع تقدم هذه الخدمة بالطريقة اللي إحنا متصورينها. في 2020 أسسنا الشركة بشكل رسمي ولله الحمد، وبدينا نقدم خدماتنا، يعني تميزنا ببعض الخدمات ولله الحمد. نتكلم عن نحن نسميه الطباعة عند الطلب، حسب الطلب. أيضا نحن مشتغلين على موضوع المجسمات الكبيرة، مختصين في موضوع المجسمات الكبيرة، نقدر أن ننتج اللي هي منتجات الماركتينج تكون، وأيضا الهدايا الفي آي بي نسميها هدايا الفي آي بي، تكون مفصلة ومصممة خصيصا حسب الضيف أو الشخص اللي بتهدى له هذه الهدية. وأيضا شغالين في قطع الغيار بشكل عام، سواء كانت بعض قطع غيار سيارات أو حسب حال للمصانع يعني وغيره. ممتاز. طيب موسى، نتحدث عن طباعة ثلاثية الأبعاد، هل هي تعتبر جزء أيضا من عالم الابتكار، وكيف أنها تمكن الصناع وتدخل في مسألة الصناعة الرقمية؟ جميل. الطباعة ثلاثية الأبعاد بحد ذاتها هي تقنية مبتكرة، وأساساً تعتبر تقنية شابة نحن نسميها. الفكرة الأساسية تمكن المبتكر باختصار الوقت والجهد يعني اللي كان لازم يبذله هذا المبتكر عشان يحصل مشروعه يعني، أو ينتج مشروع ولو كان حتى المشروع المبدئي ماله أو النموذج الأول. الفكرة الأساسية يبدأ كل الأمر بالتصميم ثلاثي الأبعاد في الكمبيوتر، بعدين بعد ما يخلص التصميم ثلاثي الأبعاد ممكن أن ينقل للطابعة. الطابعة تاخذ البلاستيك والذوبه، بعدين تبدا تنتج المجسم طبقه بعد الثانيه لحد ما يكون معانا المنتج النهائي. طبعا هذا في هذيك المرحله يكون منتج قابل للاستخدام، هو عباره عن الابتكار اللي سواه هذا المبتكر، او يعني خلنا نقول مشروعه، سواء كان نموذج اولي او خلاص ممكن يكون اساسا المشروع النهائي حتى. فبهذه الطريقه هو خلنا نقول هي افضل طريقه لدعم المبتكرين، انك تسرع له طريقه انتاج المشروع. اثناء جولتنا في 3D Factory زرنا قسم خاص للتعليم، تعليم الطباعة ثلاثية الأبعاد، لو تخبرنا عنه موسى. جميل. 3D Factory Lab، احنا نسميه 3D Factory Lab وهو مختبر 3D Factory. الفكرة الأساسية منه النقل المعرفي للطباعة ثلاثية الأبعاد. لاحظنا ان في ضعف في المعرفة المتعلقة بهذه التقنية في السلطنة، وشفنا ان من واجبنا ان بما ان معانا هذه المعلومات ان ننقلها للمجتمع، ننقلها للشباب، بحيث ان ممكن لضرورة تطوير هذه المعلومات معهم يعني، نحن شفناها بهذه الطريقة. أيضا ولله الحمد خلال السنة الماضية أكثر من 1500 متدرب معانا، دربناهم على الطباعة ثلاثية الأبعاد. والشيء الجميل في 3D Factory Lab أن
ندربهم بالطريقه اللي احنا كنا نتمنى ان حد يعلمنا كيف ان نستخدم الطباعه ثلاثيه الابعاد. فندربهم طريقه يعني تطبيقيه. كل المتدربين لازم يكون معاهم تجربه على الطباعه ثلاثيه الابعاد. هو ما فقط الطباعه، حتى التصميم الهندسي احنا ندربهم عليه، لان هي الخطوه الاولى لانتاج اي شيء بالطباعه ثلاثيه الابعاد. وان شاء الله هذه السنه بيكون معنا اعداد اكثر باذن الله في موضوع التدريب باذن الله. 3D Factory كانت لها مساهمه، وايضا كان لكم ظهور في فترة جائحة كورونا. نخبر المشاهد أيضا عن المنتجات الطبية اللي ساهمتوا فيها مع القطاع الصحي وحتى الجهات الأخرى في فترة جائحة كورونا. جائحة كورونا سببت أزمة، وطبعا أكبر أزمة نحن عرفناها اللي هي انقطاع سلاسل التوريد بشكل عام. يعني ما كانت يعني نقول الأدوات الصحية وغيرها ما كانت توصلنا إلى السلطنة يعني في هذه الفترة. فبطبيعة الحال بما أن نحن نمتلك جهاز هو عبارة عن مصنع، نقدر نصنع تقريبا بعض الأدوات الصحية والمنتجات الطبية نقول بشكل أساسي. فركزنا على اللي هو الفيس شيلد أو الدرع الواقي للوجه. هذا في أسبوع واحد قررنا أن ننتج 9 نماذج مختلفة، عرضناها على الجهات المختصة. يعني الجهات المختصة شافت أنه شيء مناسب، والله الحمد بدينا ننتج هذه يعني خلنا نقول المنتجات الطبية. نتكلم عن أكثر من 10,000 قطعة يعني أنتجناها خلال الأزمة، وأيضا غير المنتجات الأخرى. يعني الشيء الجميل في الموضوع احنا كنا نحس انه هو مبادرة من معنى، نحس انه شيء يعني لازم نقدمه، لان كنا نحس بالفخر نقدم خدمة لخط الدفاع الاول للأطباء في هذه الفترة. فكان بالنسبة لنا شعور بالفخر اكثر من كون اي شيء اخر يعني، والله الحمد. فهذا كان بالنسبة للإنجاز في موضوع نتكلم عن جائحة كورونا. غير كذا اشتغلنا على مشاريع أخرى نشوف أنها من الإنجازات الجميلة. أنتجنا اللي هو أكبر مجسم لمحطة فضاء دولية هنا في السلطنة يعني بطول 3 أمتار. أنتجنا مجسم لرائد فضاء بطول 2 متر. في معانا إنجازات والله الحمد جميلة أيضا في الطباعة ثلاثية الأبعاد. من البداية في 2017 والانطلاقة الرسمية في 2020، إيش هي أبرز إنجازات 3D Factory على الصعيد المحلي وايضا الدولي؟ جميل. هو على الصعيد المحلي بعض الانجازات اللي ذكرتها سابقا، محطه الفضاء الدوليه معانا ايضا اللي هو رائد الفضاء. احنا نتكلم عن اكبر مزرعه طابعات في السلطنه، وغير كذا والله الحمد قدرنا ان نصنع الطابعه ثلاثيه الابعاد في السلطنه ايضا. يعني معانا طابعه مصنعه بالكامل بايادي الشباب العمانيين. هذه من الانجازات اللي نفخر بها كثيرا. طبعا والله الحمد استدعونا في قطر في النادي العلمي القطري كخبراء في التصنيع اللي هو نتكلم عن ملتقى التحدي والابتكار. كان في اكثر من 100 مخترع موجودين في المكان من 32 دوله تقريبا، وكانوا يريدوا خبراء يقدروا انهم يصنعوا لهؤلاء ال 100 مخترع، يعني يصنعوا لهم اختراعاتهم في الفتره القصيره هذه. والله الحمد كان 3D Factory موجودين هناك، وكنا ايضا مره اخرى شعور الفخر موجود، وذلك لان اساسا كان بينهم المخترعين يوم يريدوا يصنعوا شيء يقول لهم روحوا حل عماني بيساعدكم. ليش؟ لان كنا مميزين هناك بالمصر العماني ونحن نشتغل على الطابعات والاجهزه، فكانوا كل ما يحتاج تصنيع شيء يقول لهم روحوا حل عماني بيساعدكم عشان التصنيع. والله الحمد فريق 3D Factory كان قد المهمه. وايضا في السعوديه شاركنا في معرض ليب، سواء كانت مشاركتنا بالطابعة اللي صنعناها في السلطنة أو كانت ببعض المنتجات اللي كنا نعرضها هناك، والله الحمد كانت مشاركة فاعلة. حتى أن في السنة الماضية لما كان وزير التجارة والصناعي السعودي موجود في السلطنة ذكر، ولو كان بشكل رمزي، ولكن ذكر عن 3D Factory أن كانت مصنعة لطابعة ثلاثية الأبعاد. فهذا بشكل عام. يعطيك العافية موسى، نتمنى لكم كل التوفيق إن شاء الله في المستقبل. شكرا جزيلا خالد، ما قصرت. 3D Factory وغيرها من الحاضنات اللي تحضن الشباب العماني المبتكر، هي بيئة خصبة للمبتكر العماني اللي يعول عليه الاقتصاد العماني بشكل كبير. احنا في طريقنا لضيوفنا، خليني استغل الوقت وناخذ معلومه في المسار. الانشطه الصناعيه سجلت 23.5% كنسبه نمو. تعرفوا مشاهدينا ان الانشطه الصناعيه كانت مساهمتها فقط 6.8 مليار ريال عماني، الحين اصبحت ما يقارب 8.5 ريال عماني. تعرفوا ان القطاع الصناعات التحويليه، هذا القطاع اللي جالس ينمو بشكل سريع، مساهمته في الأنشطة الصناعية بلغت 4.6 مليار ريال عماني
في 2022 بعد ما كانت فقط 3 مليار ريال عماني في 2021. علشان تبدأ عملك الحر في القطاع الصناعي أو حتى في أي قطاع آخر، لابد أن تكون عندك مجموعة من المهارات. الأستاذ عقيل العجمي الرئيس التنفيذي لمؤسسة نقطة تحول راح يخبرنا عن هذه المهارات وتجربتهم في مؤسسة نقطة تحول. مؤسسة نقطة تحول، اليوم الشباب الراغب في العمل الحر كثير، لكن ببساطة كيف نقدر نعرف العمل الحر؟ العمل الحر هو أن يكون الشخص متخصص في مجال معين، وأن يكون غير مرتبط بمؤسسة ولا بزمن معين ولا بمكان جغرافي معين. فالشخص الذي يمتهن ويختار طريق ومسار العمل الحر هو الشخص الذي من الممكن أن يعمل مع مؤسسات مختلفة في نفس الوقت وفي أوقات مختلفة وفي أماكن مختلفة وبأجور مختلفة. ما هي الأدوات والمهارات اللي يحتاجها الشاب الشغوف بالعمل الحر بعد ما ذكرت لنا أستاذ عقيل كل هذه الظروف اللي تأتي في قطاع العمل الحر؟ أنا أعتقد الخطوة الأولى والأساسية هي أن يتعرف رائد العمل أولاً على ذاته أو على ذاتها، وهنا توجد عدة جوانب. الجانب الأول معرفة نقاط القوة، ما هي نقاط القوة الموجودة عندي التي سأستخدمها في السوق، مكامن التطوير، ما هي الجوانب التي يجب أن أكون ملتفت إليها عند تعاملي مع أصحاب الأعمال، والجانب الثالث ما هي الدوافع؟ ما هي التفضيلات التي تجعلني أميل إلى العمل الحر؟ هذه الزاوية الأولى. الزاوية الثانية خاصة إذا كان صاحب العمل الحر يود أن يستقيل من العمل النظامي وأن يبدأ العمل الحر كاملا، يجب أن يتأكد من وجود ملاءة مالية حتى لا يضطر في أي لحظة من اللحظات أن يستجيب إلى أي عقد قد يكون دون المستوى المالي المطلوب بالنسبة لديه. ثالث شيء أن يقوم الشخص بالاستثمار الدائم فيما يسمى برأس مال السمعة المهنية، بمعنى أنه من يعرفك أنت في السوق؟ أنت تعرف من؟ هذين الجانبين مختلفين أيضا. وبماذا يعرفك السوق؟ من هو العميل المثالي بالنسبة لك؟ هل أنت تشارك في 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 المؤتمرات؟ هل أنت تضيف قيمة إلى شبكة المعرفة المهنية بالنسبة لك؟ زاوية أخرى أيضا القيام بالتطوير المستدام، وكما يقال أن من لا يتقدم يتقادم. فحصول صاحب العمل الحر على أحدث الأدوات عن طريق أيضا القراءة في أحدث مصادر المعرفة ومشاركة هذا أيضا للآخرين حتى يكون الرصيد المعرفي ورصيد شبكة العلاقات كبيرا لديه وهو يبدأ بالتدريج. نتحدث أيضا أستاذ عقيل عن توجه العالمي ودعم الحكومات لقطاع العمل الحر. إذا نبدأ يعني في سلطنة عمان، من الأمور التي أنا بنفسي مريت بها أنه أغلب المؤسسات التي أتعامل معها الآن يسألك هل أنت صاحب بطاقة ريادة، وهي تشير إلى أصحاب العمل الحر أيضا. الأوامر الأخيرة في أنه نسبة معينة من مصاريف الشركات يجب أن تذهب إلى أصحاب المؤسسات المتوسطة والصغيرة. التنظيم والإطار القانوني الذي وضعته الحكومة لأصحاب العمل الحر مؤخراً هذا شيء يضاف
إلى رصيد الدعم اللي قدمته الحكومة لأصحاب العمل الحر. لما نخرج على مستوى عالمي، هناك دول قامت بإنشاء منصات للعمل الحر أو ما يسمى بالعمل المستقل، وهنا يوجد هناك نوع من التكامل. فأصحاب الأعمال، أصحاب المؤسسات الكبيرة يستفيدوا من هذا المخزون وقاعدة البيانات الموجودة من المهارات والأشخاص في حصول نوع من التكامل فيما بينهم. فوجود هذه المنصات لم يجعل الحدود الجغرافية عائقا، ولذلك أنا أميل إلى أنه العمل الحر هو العمل الذي لا يعترف بالحدود الجغرافية، العمل الذي يمكنك أنت في عمان أن تعمل مع شخص خارج حدود البلد. دولة مثل سنغافورة نسبة كبيرة جدا من اقتصادها يقوم على الاقتصادات الصغيرة، والتي بدورها تحرك اقتصادات أخرى هكذا وتدور العجلة أيضا. أستاذ عقيل، اليوم كل القطاعات في العالم تتأثر بجديد التقنية وعالم التكنولوجيا وما يطرأ عليه من تطورات. نقطة تحول مؤسستكم كيف أيضا تستخدم كل هذه الأمور والحلول التقنية الجديدة في دعم الشباب في قطاع العمل الحر؟ معرفة الذات بالنسبة لصاحب العمل الحر كما ذكرت سابقا تعتبر أساس، هي نقطة انطلاق، وبالتالي توجد هناك كثير من الأدوات التي تستخدم في علم النفس الصناعي. أنا قمت بتصميم برنامج شرح لهذه الأداة باللغة العربية مع ذكر أمثلة ووجود مستند يستطيع صاحب العمل الحر تنزيله، متابعة هذا البرنامج من أي مكان وفي أي وقت. ما يفيد هنا بالنسبة لي أنا كصاحب عمل حر هو انتقالي من الصفر إلى الواحد الصحيح الذي يمكن مضاعفته. ما يهم أيضا هنا هو أنني أستطيع أن أضيف قيمة لصاحب العمل الحر بالتعرف على ذاته، سبر مكامنها، والتعرف على الآفاق الموجودة هناك، وكيف يمكن أن يصنع خطة زمنية واضحة بنقاط توصل إلى ما يريد أن يصل إليه. شكرا لك أستاذ عقيل العجمي، المدير العام لمؤسسة نقطة تحول، يعطيك العافية، كل التوفيق لكم إن شاء الله. إذن البيئة أصبحت محفزة للجميع في مجال قطاع العمل الحر في الصناعة وفي غيرها من القطاعات، فقط علينا أن ننطلق. جهود سلطنة عمان في تسهيل وتمويل صناعات مبتكرة ساهمت في وجود منتجات كثيرة. محطتنا الأخيرة في مسار لهذا اليوم راح تكون في قطاع الابتكار الصناعي. ما هو الابتكار الصناعي وما هي أيضا تفاصيله؟ الأستاذ خالد الهنائي باحث في الابتكار الصناعي راح يخبرنا عن تفاصيل كثيرة تخص الابتكار الصناعي في سلطنة عمان. الأستاذ خالد الهنائي باحث في الابتكار الصناعي، في البداية كيف بإمكاننا أن نعرف مصطلح الابتكار ولكن في الصناعة؟ أي الابتكار الصناعي؟ الابتكار الصناعي طبعا هو تسخير الابتكار في الصناعة لدعم الصناعة طبعا، فدائما يكون هنا أنك أنت ما تتكلم عن أفكار خلنا نقول عفوية أو أفكار خلنا نقول اللي هي تخدم زيادة المعرفة، ولكن هي تدعم هدف واضح في دعم المنظومة الصناعية. فبذلك أنت بيكون عندك أنت تحاول من خلال استهداف أنك تطور منتج، تطور في خدمة، تخلق خدمة جديدة ممكن تكون في إطار العمل أو الصناعة القائمة. قد يكون نفس الشيء في تقليل التكاليف، تقليل الإنتاج، تقليل الهدر، كذلك في تحسين منظومة التصنيع وعملية التصنيع. فإذا أنت
خلنا نقول يعني نسميها البروسيس اوبتمايزيشن، فلذا تحاول انك تنتج بصورة احسن، بصورة افضل، بصورة اسلس. اذا ممكن انا ادخل في تفاصيل تقنية شوية، فاذا احنا دائما يوم نشوف الانتاج الصناعي نحاول نوازن بين ثلاث عناصر: الجودة وسرعة الانتاج والتكلفة. ودائما تتوفر عندك اثنين من هذه العناصر وتضحي بواحد، وهذا طبيعة التصنيع. ما ممكن يعني دائما تخلق توازن بين هذه الثلاثة العناصر، بس ما ممكن توافيهن كلهن، لازم تختار اثنين أو تضحي بواحد. إيش اللي يسوي لك الابتكار؟ الابتكار يغير لك في هذا المثلث، يخليك تتمكن من أنك تقلل تضحيتك من جانب واحد عشان تحصل الجانبين الآخرين. فلذلك هذا هو الابتكار. إذا ممكن أرجع للتعريف الصريح، فإذا أنت تحدث تغيير إيجابي في منظومة أو خدمة أو منتج أو سلعة لدعم عملية صناعية أو عملية أو منتج صناعي، فبذلك تخدم فيه الصناعة بشكلها العام. طيب إذا تحدثنا أستاذ خالد عن الابتكار، كيف إمكان أن يدخل في قطاع الصناعة، وإيش الأهمية اللي يمثلها إذا دخل الابتكار في قطاع حيوي مهم مثل قطاع الصناعة؟ طبعا الابتكار هو عصب من أعصاب من يعني، أو خلنا نقول الابتكار هو شريان للصناعة، أهميته واضحة وبارزة. فأنت ما ممكن تكون خلنا نقول دولة قائمة على الصناعة إذا ما كان عندك خلنا نقول تمكين للابتكار، وأنت تكون متمكن في الابتكار. ليش؟ لأنه دائما إذا أنت صنعت منتج أو بديت تصنع في منتج، يعني العالم يتغير، العالم ينمو، العالم ينهض. فإذا ما أنت تطور في هذا المنتج وتحسن فيه بشكل مستمر، فالمنتج مالك أو السلعة اللي تصنعها بتكون مع مرور الوقت يعني خلنا نقول المنفعة منها أقل، أو على الأقل التنافسية فيها، وموضوع التنافسية هنا جدا مهم في الابتكار، أقل. فعشان أنت تكون عندك مصنع منافس خلنا نقول عالميا أو إقليميا أو حتى محليا، لازم يكون فيه فكر الابتكار أو ثقافة الابتكار مرتبطة بهذه الصناعة، لأنك أنت بشكل مستمر وبشكل دائم بتسعى أنك تطور في هذا المنتج. كيف أنا أسوي هذا المنتج بصورة أفضل؟ كيف أخلي المستهلك يستفيد من هذا المنتج بطريقة أفضل؟ كيف ممكن أنا أقلل تكلفة الانتاج؟ لأن في النهاية أنت كعمل صناعي تهمك الربحية، فإذا كيف أنا أسعى لتعزيز هذا الربحية عن طريق الابتكار؟ أقلل تكاليف، أشوف مواد جديدة أرخص ممكن أستخدمها، أشوف تصاميم أفضل ممكن أستفيد منها، أشوف عملية إنتاج كاملة أو خط صناعي كامل جديد ممكن يخدم خلنا نقول ينتج لي نفس المنتج بطريقة أفضل وأحسن. فيبقى أنه هي الابتكار عملية تحسين مستمر في الصناعة. فأنت طالما أنك أنت وقفت هذه العملية اللي هي عملية التحسين، فإذا أنت ما بتوافي بموضوع التنافسية اللي أنت تسعى له عشان تكون مشروع تجاري أو مشروع صناعي ناجح. التجربة المحلية في سلطنة عمان في قطاع الابتكار الصناعي، كيف بإمكاننا أن نوصف هذه التجربة؟ طبعا عمان دائما كانت إلى جهود قديمة في موضوع الابتكار في الصناعة. بدأت طبعا في موضوع أو في من الابتكار الزراعي في السبعينات وحتى قبل السبعينات، فكنا احنا عارفين كوطن ان احنا نحتاج نبتكر في الزراعة، نحسن منظومة الزراعة عندنا لصعوبة هذا الجانب. فطبعا ايش اللي صارت في مبادرات كثيرة عن طريق وزارة الزراعة سابقا، وكذلك لاحقا في الثمانينات انشئت جامعة السلطان قابوس وانشئ مجلس البحث العلمي، فصار عندنا الحين وزارة معنية بالبحث والتطوير والابتكار، وأعطيت مسمى الابتكار أو اختصاص الابتكار للعناية بهذا الموضوع. فإحنا دائما طبعا كدولة، إذا ممكن أنا أوصل لرؤية عمان 2040، رؤية عمان 2040 يعني خلنا نقول الابتكار جزء كبير منها. يعني إذا كنا نشوف الأولويات اللي في الرؤية، 5 من 12 أولوية تحتوي على عنصر من عناصر الابتكار. إذا كنا نشوف الأهداف أو التارجتس اللي هي موجودة في رؤية عمان 2040، 4 من 10 الأوائل موجود فيها الابتكار بشكل واضح وبارز. فلذلك كوطن كدولة احنا دائما حاطين خلنا نقول الابتكار من أهم أولوياتنا،
وطبعا عن طريق رؤية عمان 2040 نسعى لنكون من أفضل 20 دولة مبتكرة في العالم. نرجع لتجاربنا احنا في الابتكار الصناعي، فطبعا عندنا كان الشركات الرائدة في قطاع النفط حدث يعني كانت دائما سباقة في موضوع الابتكار، وكانت لها تجارب وصلت للعالمية عن طريق ابتكارات وأعمال صارت عندهم داخليا، كسبوا معرفة في مجال معين، تعلموا منه، استفادوا منه، طوروا إلى منتج، خاضوا هذا المنتج اللي هي الابتكار اللي صار معهم داخليا ووصلوا للأسواق العالمية. فهذه العملية طبعا عملية أنك أنت تأخذ المعرفة وتطور فيها وتحولها إلى منتج وسلعة وتوصل إلى تصدير هذه المنتج والسلعة إلى الأسواق العالمية، هذا ما نسعى له أصلا من عن طريق الابتكار. خلينا نلخص هذا الحديث اليوم عن الابتكار في المجال الصناعي في الركائز المهمة اللي يعتمد عليها الابتكار الصناعي. الابتكار يحتاج إلى عناصر عشان يقوم بطريقة طبعا سليمة وفعالة في المنظومة الصناعية، وأهمها طبعا اللي هي الرغبة، أنه يكون في رغبة عند المؤسسات الصناعية والقطاع الخاص أنه يكون مبتكر، والكل ممكن يكون مبتكر. يعني الابتكار ما هو تخصص موجود عند خلنا نقول في الجامعات وغيره، الابتكار هو يعني منهجية فالكل ممكن يتعلمها، الكل ممكن يستفيد منها، والكل ممكن يطبقها. فلازم تكون الإرادة موجودة عند الشركات عن ضمن الاستراتيجياتها، عن ضمن تفكيرها، تخطيطها وتنميتها، أن تكون معكوسة في الرغبة للابتكار وتحسين الخدمات والمنتجات. من جانب آخر لازم يكون في التمويل، التمويل عنصر جدا مهم، يعني لازم تكون كشركات وكصناعات مستعدة أنها تستثمر في الابتكار وتعامله كأنه استثمار. فأنت تستثمر في الابتكار وكأي استثمار يعني في التحديات اللي فيه اللي تواجهه، ولكن تتعامل مع الموضوع بهذه الطريقة وبطريقة منهجية على أساس أنك توصل للمنتج اللي أنت حاب توصل له في الأخير. وكذلك عندك الملكية الفكرية، الملكية الفكرية تلعب أو منظومة الملكية الفكرية تلعب دور كبير، لأنك أنت تحتاج إلى دعم للمبتكرين والقطاع الخاص للمبتكر لأنه يوثق الأفكار ماله ويوثق المنتجات ماله ويوثق الملكية لها على أساس أنه يبدأ يشتغل في تتجيرها وأنه يوصلها للأسواق. كذلك البيعة التشريعية والحوكمة تلعب دور كبير، أنك أنت يكون عندك قوانين تدعم أعمال الابتكار، وخلنا نقول أنك توازن بين احتياج والقوانين التجارية واحتياجات الابتكار اللي هي ما دائما يكون فيها تناغم، ولكن احنا لازم نجد لها هذا التناغم. وأخيرا طبعا أهمية وجود تكامل بين المؤسسات، التكامل المؤسسي ووضوح الأدوار بين هذه المؤسسات. منظومة الابتكار تحتاج إلى تكامل بين القطاع الأكاديمي وكذلك المؤسسات الصغيرة المتوسطة وكذلك القطاع الصناعي، لما يكون في تناغم بينها والأدوار تكون فيها واضحة، بحيث أن الفكرة ممكن تكون تصدر من القطاع الأكاديمي وتأخذها المؤسسات الصغيرة المتوسطة والشركات الناشئة تحولها إلى منتج، والمنتج هذا ممكن هي خلاص تتعامل بعدين مع القطاع الصناعي في خلنا نقول تتجير هذا المنتج عن طريقهم وتقريبه في حقولهم، فبذلك أنت تخلق هذه المنظومة اللي هي بتعمل لك عملية ابتكار مستمرة ودائمة. وبتشوف في وجود هذه المنظومة يعني الابتكار بيكون موجود بشكل ممنهج وبديهي وبيظهر بصورة أفضل. فطبعا إذا كان ممكن أرجع للسؤال مرة ثانية، فالرغبة والتمويل والملكية الفكرية والتشريعات وكذلك التناغم والتكامل بين المؤسسات. شكرا لك أستاذ خالد، يعطيك العافية، بالتوفيق إن شاء الله. هذه كل تفاصيلنا لهذا اليوم في مسارنا في قطاع الصناعة. انتهى المسار، وخلونا دائما ومعا نتقدم بثقة.